رحل عن عالمنا بعد أزمة صحية طارئة صباح 14 ديسمبر 2018 الفنان الكبير حسن كامي، الله يرحمه. كان فنان قدير معروف طبعا. من بين الأنشطة الأخيرة التي قام بها حسن كامي عبر حسابه على موقع الفيسبوك، نشره في 27 نوفمبر تعتبر أحدث صورة أمام شجرة الكريسماس من منزله، معلقا المنزل والتحضير لاحتفالات أعياد الميلاد 2018. دي شجرة الكريسماس، ونشرها في آخر نوفمبر. دي صورته مع مراته نجوى في 2007، الله يرحمها برضو. اعترف الفنان المصري حسن كامي بتقبيل حذاء زوجته ليعتذر لها ويطلب منها أن تسامحه بعد خطأ ارتكبه في حقها بسبب أزمة منتصف العمر التي كان يمر بها في ذلك الوقت. ده الفنان المعروف حسن كامي، ده هو هنا وهو بيقبل إيد زوجته نجوى. وقال حسن كامي أثناء استضافته في برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا أن خطأه كان أنه خانها بالتفكير في امرأة أخرى في فترة من فترات حياته، مبررا ذلك بأنها كانت أزمة منتصف العمر ليحاول بعد فعلته هذه أن يرضيها بشتى الطرق حتى تقبل أن تسامحه. وأضاف أنه بعد هذه الواقعة لم يفكر في أي امرأة أخرى غير زوجته، فلا يوجد أي سيدة يمكن أن تحل مكانها أبدا. دي صورة معاه هي نجوى وحسن كامي. حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي مصري من مواليد عام 1936، تنتمي أصوله إلى أسرة محمد علي. درس بمدارس الجيزويت ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وقال الفنان حسن كامي أن زوجته الراحلة نجوى وقفت بجانبه كثيرا في حياته وكانت تحضر بروفات الأوبرا. وعلق كامي على تشبيه الإعلامية مفيدة شيحة خلال لقاء ببرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا المذاع على شاشة السي بي سي، بأن زوجتي كانت تشبه عايدة بطلة أوبرا عايدة، قائلا: نجوى كانت جميلة جدا لكن لم أفكر في تشابهها مع عايدة. هنا هو ومراته، صورة جميلة. وتابع: لولا نجوى ما كنتش عملت حاجة، وأتذكر لحظة وفاة ابننا شريف في حادث حيث صدمته شاحنة وأنا كنت بقدم حفل في إيطاليا وكلمتني فرجعت القاهرة في الحال، والناس اتخانقوا مع السفير المصري في إيطاليا بسبب هذا الأمر، لكن قال لهم أني مش هقدر أغني بسبب وفاة ابني. واستكمل: بحمد ربنا أنه استرد مراتي قبلي، عشان يمكن لو كانت بتحبني بنفس المقدار كانت اتعذبت قوي. كان بيحبها جدا وهي رحلت من فترة. وأضاف حسن كامي خلال حواره مع برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا: عيلتي كانت خارجة من عاصفة اقتصادية ومرتبي كان 99 جنيه في الشهر، وزوجتي من عائلة صعيدية كبيرة من ملوك القطن، وخالتها قالوا لها ده طمعان فيكي وهيمص دمك، لكن نجوى ما اقتنعتش بكلامهم. ووالدها كان لواء قوات مسلحة أيام الملك فاروق وقال لها هتبحك في الصعيد. وتابع حسن كامي: سألت نجوى وقلت لها احنا الاتنين لو اقتنعنا ان احنا عايزين بعض هنخوض اشياء في منتهى القسوة. قالت لي ايوه مقتنع. قلت لها هنعمل خطة صغيرة، ورحت اتكلمت مع والدها ورفض وقال لي دي تقاليدنا ودي بنتي الوحيدة. وقلت له بنتك الجميلة بعد ما تعلمها عايز تؤذيها وانا اعرف اساعدها. دي صور متفرقة ليهم. وقال حسن كامل لبرنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت أنه أصبح مثل عربية السكند هاند بعد وفاة ابنه شريف التي أثرت عليه للغاية، مؤكدا: أصبح غنائي أقل من حالته
قبل رحيله، وأشار المغني الأوبرالي إلى أن ابنه شريف كان ذكيا للغاية واستمتع بالتواجد معه طوال 18 سنة، ووفاته في حارس كانت أسوأ صدمة في حياته. وتابع الدرس الذي تعلمته من مصادرة أموال الأسرة وقت ثورة يوليو، هو أن هذه الأمور اسم ونصيب، وأن العلم اللي اتعلمته في المدرسة والجامعة والحياة لا يمكن لأي شخص أن يأخذه مني، ولكن الفلوس تأتي وتذهب وهي في مرتبة ثانية بعد العلم. وأضاف: تعرفت على زوجتي ولم أكن معروفا حينها، وهي لا علاقة لها بالمجال، لكنها مستمعة جيدة وتحب جدا مشاركتي فيما أقدمه وأغنيه، وهي متخصصة وناقدة وهي جميلة جدا لدرجة أنها كانت تلفت الأنظار بشكل كبير، وعندما ماتت كنت بجانبها وأمسك يدها، ولولاها لما فعلت شيء في حياتي. قامت شقيقة الفنان الراحل حسن كامي محاميه باستغلال شيخوخته وأخذ توقيعه على جميع ممتلكاته، وأكدت أن هناك فتوات منعوها من دخول فيلته بعد وفاته. أما محاميه فقد صرح بأنه باع لي كل ممتلكاته ومنها فيلته التي كان يملكها. وأكدت منى أحمد محامية شقيقة الراحل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج كل يوم المذاع على فضائية أون إي، أن محاميه استولى على المخطوطات النادرة المملوكة للفنان حسن كامي في مكتبته وبدأ في بيعها، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان في نيته أن يتبرع بفيلته لوزارة الثقافة لما بها من مقتنيات وتحف ثمينة ومخطوطات أثرية، وأن المحامي يحاول تهريب هذه المقتنيات في الوقت الحالي، متسائلة من أين لمحامي أن يمتلك كل تلك الأموال التي تجعله يشتري ثروة الفنان الراحل حسن كامي. ورد المحامي على التهم الموجهة له في مداخلة بالبرنامج نفسه قائلا: أنا أملك مستندات وأتحدث بها، ولا يعنيني هذا الكلام في شيء. مؤكدا أن الراحل حسن كامي باع له كل ممتلكاته، مشيرا إلى أنه لن يسلمها للدولة لأنها ملكا له الآن. ورد اللواء ممدوح محمود زوج شقيقة الراحل حسن كامي مطالبا بإغلاق الفيلا والمكتبة لحين التحقيق في واقعة العقود للمحافظة على تحف ونياشين الراحل. وتابع محامي حسن كامي إن مكتبة الفنان الراحل لها سجل تجاري وبطاقة ضريبية لبيع الكتب، وليست متحف أو بها مخطوطات أثرية كما يقول البعض، ومن حق أي أحد أن يشتري منها الكتاب الذي يفضله، مشددا على أنه اشترى من الراحل أسهمه في هذه المكتبة منذ قرابة 10 شهور. وأضاف إن الراحل لا يملك أكثر من 1% من أسهم المكتبة وهناك شركاء آخرون، مضيفا أن الفنان الراحل كان يشرف ويدير على المكتبة أدبيا وكل ما يملكه بها 1% فقط. وكشفت محامية شقيقة الفنان الراحل حسن كامي منى أحمد عن استغلال شيخوخة الراحل من قبل البعض، وقاموا باصطحابه هو وسائقه الخاص وأجبروه على بيع كل ممتلكاته في الشهر العقاري. وتابعت: هل يعقل أن شخص في سن 81 سنة يقوم ببيع الفيلا الخاصة به التي تبلغ 17 مليون جنيه ومكتبته؟ وأضافت أن محامي الفنان الراحل حسن كامي، والذي يدعي أنه اشترى ممتلكات الراحل وأعطاه الأموال على مراحل زمنية، بدأ عمله مع حسن كامي ومنح التوكيل بداية عام 2018. وتابعت كيف هو اشترى كل ده في الوقت القصير ده، مشددة على أن المكتبة التي تتبع الراحل بها مخطوطات وكتب تعود لألف عام ماضية. وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه يعلم أن مقتنيات الراحل غالية وأن لديه مخطوطات وكتب نادرة عكس ما يقولها المحامي، موضحا أن تلك المخطوطات ملك للمجتمع، وأن النقابة ستشكل فريق للدفاع عن تلك الأشياء وحفظها من البيع والاستغلال كما يفعل المحامي الآن على حد قوله. قالت هايدي فاروق مستشار ترسيم حدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، صديقة الفنان حسن كامي وصديقة زوجته الراحلة نجوى:
أن الجميع بدأ يتساءل عن مصير مكتبة المستشرق وما تحتويه من كنوز تراثية والتي كان يمتلكها الراحل، مشيرة إلى أن حسن كامي كتب وصية خاصة بمكتبته وتحدث معي بشأنها. وفي تصريح خاص لفيتو أوضحت هايدي فاروق، دي المستشارة هايدي فاروق والراحل حسن كامي، أوضحت هايدي فاروق أن المكتبة كانت ملك يهودي مصري يسمى فيلدمان، مشهور بجمع الوثائق والخرائط، والذي رحل عن مصر بعد العدوان الثلاثي 1956 وتنازل عنها لشارل بحري أحد المثقفين المصريين والذي نطلق عليه الخواجة شارل. بعد 17 عاما من الإلحاح عليه باعها شارل إلى حسن كامي، وكان ذلك بعد إصابة شارل المفاجئة بالشلل، حيث كان حسن كامي يتردد عليه كثيرا وقت أن كان يعمل في شبابه بمكتب شركة الطيران المجاورة للمكتبة. وأكدت المستشارة هايدي فاروق أن مكتبة المستشرق هي أحد الكنوز التراثية لما تحتويه من نوادر الكتب والوثائق والخرائط التي من شأنها حل قضايا ونزاعات دولية الآن، ومنها نسخ من كتاب وصف مصر القديم والذي يعود تاريخه إلى عام 1812 ميلادية، أيضا بها نسخة من مجموعة كتاب بروس عن نهر النيل والمكون من 5 أجزاء، وهي التي كتبت في القرن الـ18 وهي من أروع الكتب التي كتبت عن نهر النيل لاحتوائها على أسرار مجهولة وخطيرة عن نهر النيل، بالإضافة إلى كتب الاستشراق الأولى والأطالس النادرة الخاصة بمكتبة هاشيت الفرنسية والتي حرقت ودمرت في الحرب العالمية الثانية. وأشارت مستشارة ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية إلى أن الراحل حسن كامي حل أزمة مصير مكتبته قبل وفاته قائلة: في مارس الماضي اتصل بي حسن كامي وطلب حضوري في أسرع وقت، وأخبرني أنه كتب وصية بأن تؤول المكتبة بعد وفاته إلى الموظفين والعاملين بها. وتعجبت من كلامه وقتها، مؤكدة أنها لا تعرف صحة ذلك، حيث أن الراحل لم يطلعها على نص الوصية، مشيرة إلى أنه طلب منها قبل وفاته أن تسلم وصيته كاملة إلى الدولة بعد وفاته، ولكنها لم تتسلم نسخة منها. ورحل الفنان حسن كامي عن عالمنا فجر الأمس، وشيع جثمانه بعد صلاة الجمعة، وتم تلقي العزاء على المقابر بناء على وصية حسن كامي بألا يتم إقامة سرادق عزاء، حيث اختار الحي أبقى من الميت، مثل شعبي يبدو أنه سيسير على دربه عدد من أقرباء وورثة الفنان حسن كامي، على حسب ما قالته جريدة الدستور من خلال الاستحواذ على مكتبته العريقة المستشرق الواقعة في منطقة وسط البلد، قبل أن تمضي 3 ساعات على تشييع جنازته، وقبل أن تجف دموع محبي الفنان الكبير. فتح 6 أشخاص بينهم سيدة مكتبة المستشرق المملوكة للراحل حسن كامي، والتي كان يقضي أغلب أوقاته بداخلها لجلسة خاصة، وأغلقوا أبوابها في أوج روادها، واستغرقت الجلسة لمدة ساعة ونصف بحسب أحد شهود العيان. دي مكتبة المستشرق اللي كانت مملوكة لحسن كامل، كان بيفتخر بيها دايما. ودي صورة تقريبا من داخل المكتبة. وخلال الجلسة التي استمرت نحو الساعة والنصف، حاول محرر الدستور اختراقها للتواصل مع الأشخاص المتواجدين بداخل المكتبة، إلا أنهم رفضوا الحديث وطلبوه بمغادرة المكان وترك رقم الهاتف للتواصل مع المالك الجديد للمكتبة على حد تعبيرهم. وعلى الرغم من الترحيب الشديد الذي كان يبديه الفنان الراحل حسن كامي طوال حياته بتصوير المكتبة ومقتنياتها، إلا أن الأشخاص المتواجدين بداخلها رفضوا التصوير بشدة، وحتى بعد إغلاقها حاول محرر الدستور التقاط صورة من الخارج
إلا أن أحد الأشخاص كاد أن يدهسه بسيارته الخاصة مؤكدا رفضه التصوير. فيما ترددت أنباء حول نية ورثة الفنان حسن كامي بيع المكتبة وتوزيع قيمتها فيما بينهم، حسبما أوضح أحد بائعي الجرائد بمنطقة وسط البلد ورفض ذكر اسمه. وفي سياق متصل أوضح مدحت صفت أحد رواد المكتبة أن المستشرق كانت تحوي كتبا نادرة يرجع تاريخها إلى القرن الثامن والتاسع عشر، ممهورة بإهداء من كاتبها الأصلي لأحد المقربين منه. وأضاف صفوت للدستور أن المكتبة تضم كتاب مساجد مصر الذي يعد من الكتب النادرة، وأن الفنان الراحل أكد في وقت سابق عدم بيعه ولو عرض عليه $1,000,000، بالإضافة إلى أن أحد الكتب النادرة كان يقدر ب$35,000. هذا الخبر منقول من الدستور. دي مكتبة المستشرق، ودي صورة نادرة جدا للفنان حسن كامل اللي هو على اليمين وهو صغير، وهو طفل مع شقيقته ووالدته الجميلة، وعلى الشمال وهو طفل.